أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. نرحب بكل مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج على الهواء مباشرة بصحبة الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا مولانا. بارك الله فيك. نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن كثير من النقاط المتعلقة بحقوق الوالدين، ونحن نعلم مشاهدينا الكرام أن الإنسان راعي ومسؤول عن رعيته، وبالتأكيد نحن بنسعى إنه أولادنا يبرونا ونحن أيضا نبر أبائنا. لذلك يا مولانا، نحن نعلم إنه الإنسان لما يزرع زراعة يجب أن يراعيها ويحفظها حتى إنه يضمن نتائجه ويضمن حصاد ما زرع. نحن نعلم إنه يعني زول لو حكم بدايات الأشياء بيضمن نتائج جيدة، وكذلك الأبناء هم استثمار حقيقي للدنيا والآخرة. كيف نضمن حقوق أبنائنا ونربي أبنائنا تربية جيدة حتى إنه يكونوا في النهاية هم أبناء صالحين؟ نعم فعلا. قال تعالى، نبدأ بالآية، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا نداء خاص لعباده المؤمنين خاصة، ومعنات يا معشر المؤمنين أحفظوا نفسكم وأهلكم، أو والأهل قال يشمل الأولاد والبنات والزوجات وكل الأهل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، أحفظوا نفسكم وأهلكم من نار وقودها الناس والحجارة. الناس الكفار، والحجارة الأصنام اللي بيعبدوها دواقد جهنم. أحفظوا نفسكم من النار دي. والعلماء قالوا معنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقالوا الأهل يشمل الأولاد والبنات والزوجات والأهل. نحفظهم قالوا بشنو؟ بتعليم أمور دين، ونحسهم ونأدبهم من هم صغار يشبوا على طاعة الله، يشبوا على الصلاة، على الصيام، على الصدق، على العفة، على النزاهة، على الأمانة، على مكارم الأخلاق. لما الولد والبيت من هم صغار من نعمة أظفار، نعلمهم نأسس فيهم معرفة الله والتمسك بالدين، بيشبوا عليه كده. زي ما عندنا مثل سوداني يقول لك: من شب على شيء انشاب عليه. وبعدين كالولد ده لما نحن نعلم العلوم الدينية بجانب العلوم الأكاديمية، نحن محتاجين للعلوم الأكاديمية لرفعة السودان، والإنسان ما بيقدر يشق طريقه في الزمن ده في المعيشة إلا يكون متعلم. وكمان بجانب العلوم الأكاديمية نعلمنا العلوم الدينية عشان يشب على طاعة الله. والولد البد لما يشب على طاعة الله مع قلوب عمران بنور القرآن بذكر الله بالأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، يشب على طاعة الله، ينفعون في الدنيا والآخرة. ينفعون في الدنيا بيدعو لنا، وعملنا الصالح في الدنيا ده ذاته عندنا منه نصيب. ولما نرحل للدار الآخرة بيدعو لنا. والعلماء قالوا أي عمل صالح تعمل البيت يعمل الولد، اللب واللم حيين ميتين عندهم نسبة من عمل الولد ده، لأنه الولد الصالح والبيت الصالحة تعتبر صدقة جارية قائمة بذاته بالنسبة للوالدين. زي مثلا أبو بنى لمسجد، أي زول دخل المسجد صلى الأذان أذن الثواب للناس اللي بنوا المسجد. كذلك الولد ده أسسناه زي ما أسسنا المسجد بالطريقة الصحيحة، وطلع ولد شاب بيت شابة متدينة بتصلي بتصوم. أي عمل صالح تعمله نحن عندنا منه نسبة. وبعد الموت دعوا لنا عندنا نسبة، ما دعوا لنا عندنا نسبة. ونضرب لنا مثال، أسن نحن صلينا الجمعة، لا جبنا سير تمنا ولا جبنا سير تبونا، أبونا وأمنا عندهم نسبة من صلاة الجمعة صليناها دي، وهكذا لغاية ما نموت. أي عمل صالح نعمل اللم واللبو عندهم نسبة، لكن عد اللب واللم دي ما علم ولدنا الصلاة ولا بالتهون. طلع الولاد تاركين صلاة، يبقى ما حيستفيدوا منهم. نحن نأخذ أول مكالمة هاتفية في هذه الحلقة من أبو ضياء السعودية. يا مرحب. ألو. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. نعم تفضل. بارك الله فيك.
هل مدح الرسول عليه الصلاة والسلام أي هل هو يجوز ولا لا يجوز؟ شنو؟ مدح الرسول هل يجوز؟ مدح الرسول نعم أي كويس نعم. في أي سؤال ثاني؟ العادة السريعة للرجل نعم العادة السريعة للرجل هل هي حرام ولا حلال؟ كويس كويس العادة السرية بس نعم نعم طيب يا حبيبي عندي سؤال أنا مشيت حتى مرضى كويس وملصت الإحرام قبل ما أحلق ونسيت طبعا أما لسه الإحرام قبل أما ذكرت لسه الإحرام وقصرت هل فيها شيء ولا أيوة نعم شكرا قصر قبل ما يلبسها قبل ال قبل ما يطلع الإحرام أيوة كويس مش كده يا أبو ضياء طيب لو معنا حسب نعم قلت سوينا السؤال الأخير ده خلاص حسب ما فهمناه إنه هو قصر قبل ما يطلع الإحرام السؤال الأول اللي هو الأول قال هل مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الرسول عليه الصلاة والسلام نعم نمدح ربنا أثنى على نبينا قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ده كل سنة من الله لنبينا عليه الصلاة والسلام وربنا قرن اسم الرسول عليه الصلاة والسلام مع اسمه في الأذان والصحابة مدحوا الرسول عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت وكعب بن زهير في قصيدته الطويلة بان السعاد ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام كثير يعني لما نرجع للسيرة كثير الصحابة مدحوا الرسول بحضرته ما استنكر حتى كعب بن زهير لما قال قصيدته المشهورة بان السعاد الرسول عليه الصلاة والسلام أداه البردة بتاعته البردة دي فضل محتفظ بها حتى معاوية بن أبي سفيان دفع عليه آلاف عشان يبيع يشتريها من أبا بعد ما كعب بن زهير مات بعد ذاك الخلفاء اشتروها بقيت وارسوها ويبقى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جائز ومستحب وسبب عظيم هو يمكن لو في خلاف بيكون في الكيفية أيوة بس نحن نقول المدح كمان ما يكون يعني نمدح الرسول في حاجة ما عنده يعني الحاجة الرب اللي وصف بها نفسه وربنا وصف بها نمدح بها لكن ما نزود نجيب حاجات ما ورد في صفة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا هو بيسأل من العادة السرية طبعا العادة السرية دي العلماء الحقيقة ناقشوا فيها زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يبدو ما كان الصحابة بيستعملوها ولذلك ظهرت في العهد الأخير ده وهنا العلماء بعض العلماء حرموها بعض العلماء تحفظوا وبعض العلماء قالوا مباح في الحالات الضرورية لكن الحقيقة قبل يمكن 50 سنة قريت عنها بحث طبي والبحث الطبي اللي قريته ده في العادة السرية أن نمرة واحد بتسبب المرض النفسي ونمرة 2 بتسبب ضعف النظر نمرة 2 بتسبب الكبت والانطوائية سألت القمة طوي كده وعنده ضمير كده مؤلم له جوا وعندها أضرار كثيرة جدا وكمان برضو عندها أضرار تاني تعوق العلاقة مع الزوجة وهكذا والنصيحة اللي أنا بقولها حسب التقرير ده وفيه كلام كثيرا ما بقدر أقوله على الشاشة أنصح أي زوج بيت ولد ما يستعمل العادة السرية خالص نعم. ويبتعد من المسيرات الحاجات اللي بتسير الحاجات دي يبتعد منها نعم. وربنا تبارك وتعالى قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله معناته زول ما عنده مقدر على الزواج يكون عفيف يحفظ نفسه ولقيت ما ربنا يسهل له أمر الزواج ومن يستعفف يسعفه الله نعم طيب هو بسأل أيضا من إنه قال هو زي كان أظنه مش الحج أول عمره أول عمره أيوة. وقصر قبل ما يخلع الإحرام أيوة وطبعا إذا كان خلاص سد المناسك العمر مناسك الحج وقدم دعا لده ما بيأثر يعني زول مثلا يوم العيد رمى جمرة العقبة وحلق قام حلق قبل ما يمري جمرة العقبة برضو ماشي ما بتفرق أي ده لكن المشكلة وين هو محرم بالحج ولسه ما انتهى من المناسك وقام ملص هدوم الإحرام ولبس جلابيته يبقى ده نقول له انت خالفت ارتكبت محظور من محظورات الإحرام اللي هي لبست المخيط قبل ما تتم المناسك وانت محرم بالحج أو العمرة المطلوب منه شنو؟ مطلوب منه نسك بس والنسك مخير بين فعل ثلاثة واحدة من ثلاثة يا يطبخ خروف يا يطعم 6 مساكين يا يصوم 3 يوم وحقه صحيح 100% نعم طيب ناخذ تلفون ثاني من السعودية أبو يوسف يا مرحب ألو السلام عليكم
عليكم, عليكم السلام ورحمة الله. الله نعم نعم تفضل أخو محمد كيف حالك يا أخي؟ الله يبارك فيك بارك الله فيك. تحياتي للشيخ محمد أحمد حسن جزاك الله خير فيك. بارك الله فيك نعم الله يبارك فيك عمر الشيخ. بسأل يا عمر الشيخ حقيقة في الزمن ده يعني نسمع ألفاظ كده يعني متداولة عند كثير من الناس يقول لك مثلا يعني مجرد اختلاف في الرأي أو في وجهة نظر معينة ويقول لك مثلا فلان ده أنا ما عندي معاه شريعة مع إن هم الاثنين مسلمين يعني أي صحيح. وثاني مثلا يقول لك مثلا بيته ده ينبقى قبلة أنا ما أمشي عليها أو ما أصلي عليها. فما رأي الدين في مثل هذه الألفاظ؟ أيوة جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم وربنا يوفقنا وإياكم لما فيه خيري الدنيا والآخرة. بارك الله جزاك الله. وفعلا في ألفاظ متداولة كثير متداولة جدا أي. وفي ألفاظ كثير زول ما بيرضى يقولها ألفاظ كعبة. ولذلك النصيحة لإخواننا نحن ربنا رقيب علينا ووكل لنا ملكين رقبة. قال تعالى إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى زول يكون حذر الكلمات المتشابهة زي دي وزي الكلام الذكره وخونه في كلمات تشبهها زول يكون حذر ما يقوله ولا يحكيها خالص ولا يجيب على اللسان. وإذا سمحت صديقك قال ليك أنصح ولا زول استغفر من الكلمة الكعبي قلتها دي كلام كعب جدا يعني بعد نسمع من الناس زول يكون حذر لأنه أي كلمة نحن حنسأل عنها يوم القيامة. أي والكلام الكعب ده الملكين يكتبوه ربنا رقيب علينا وفيه مضر كبير وقد ترمي الزول في النار. ولذلك جاء في عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن بلغت ما بلغت فيكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يظن ما تبلغ ما بلغت فيكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقى. شو الوعيد الشديد ده. ولذلك وعيد والحديث من الحديث الصحيح حديث طويل. يبقى شوف كلمة واحدة زول يقول ما بتظن إن ذنبه كبير قد يكتب بها ربنا غضب لغاية يوم القيامة. طيب نأخذ مكالمة ثانية من شندي معنا أبو منتصر مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ماذا الفضل الشيخ إن شاء الله يا فهد. نعم تفضل الله يبارك فيك. حالك كويسين الحمد لله الله يبارك فيكم يا نعم. بذل من حقوق الوالدين نعم بذل طبعا من حقوق الوالدين الواحد حقوق الوالدين الواحد إذا مثلا ضرب أبوه أو خدأه من صغره وبعدين بعد يكبر إنه الواحد جناه بيسوي له الواحد لو دارس فاضل للحاجة دي يعمل شنو. نعم نعم كويس. نحن تكلمنا طبعا في الحلقة الفاتت عن هذه المسألة لكن يبدو انه يعني حنعيدها ثاني او نعيد الموضوع ده ثاني للأهمية للأهمية أي. نعم يعني مثلا زي ما ذكرت لما يكبر وجناحه تسوي له الحاجة دي صحيح. أي فعلا هنا زي ما تكون شنو يعني الواحد لو دارس دي بعدين بعد ما جناحه يكبر عشان ما يسويها له. جزاك الله خير ان شاء الله. انا اقول لك الحي اللي بتعجل المشكلة دي في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال بروا آباءكم تبر أبناءكم تبر والديك يجي ولادك يبلوا بروا عقيد والديك أي طبعا ده حاجة معروفة جزاء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان تعمل الإحسان تلقى الإحسان اعمل ما شئت كما تدين تدان بروا آباءكم تبر أبناءكم. يبقى الحل وفي الطزول بر ولا والدين ويجي ربنا يسخر له ولاده يبره عق والدين وما تاب ورجع إلى الله تعالى برضه ولا يعملوا نفس المعامل. لكن طيب فرضنا الزول في ساعة الجهالة والطيش الشباب ما كان بيسمع كلام أبوه ولا أمه وكان عاقهن بعد يكلبه واللهم رحلوا الدار الآخرة هو قام تاب توبة نصوحة ومسك بصلاة وبعبادة لكن حق والدينه دي المؤثر فيه. يبقى نقول له أخونا ورد حديث عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد يموت الرجل والداه وهو عاق لهما فيدعو الله لهما من بعدهما فيكتبه الله تعالى من البارين.
رواه الحافظ العراقي وقال يعني زول ما يندم أصلا الحديث صحيح مرسل هاي يبقى هنا دا زول أبوه وأمه ماتوا كان عاقهم يدعو ليهم بعد ما يموت يصدق ليهم يكتب من البارين. نعم إن شاء الله. طيب معنا أم آية من السعودية، مرحب. ألو معنا أم آية؟ ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة السلام عليكم. نعم تفضل. السلام أيوة. ورحمة الله. سامعينك. هاي يقول. نعم. محمد الله يبارك فيك. ألو. نعم. ألو. معاك نحن سامعينك. ألو. مرحبا يا أم آية. ألو. أم آية لو ما سمعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. يبدو ان هي ما سامعانا يعني. لكن يبدو ان نحن حقيقه اخونا ابو منتصر رجعنا للمساله بتاعه حقوق الابناء. أيوة. زي ما على الاباء يعني حق من ابنائهم انه يوقروهم ويحترموهم ويبرهم. أيوة. ايضا كيف يبر الاب ابنه، وانت بديت في حديثك. أيوة صحيح. يعني احيانا في حق الان في اقول لك في حقوق الطفل يعني قوانين الدوليه. أيوة. انه يجب انه عند الطفل حق في التعليم، حق في التسميه، حق. أيوة. نحن ما ننسي انه حتى الاسم نفسه. أيوة. هو الاسلام ثبت لنا انه يجب انه الانسان يختار حتى الاسم. أيوة. الجميل الجيد. أيوة. كثير من المشاهدين بيسالونا بيقولوا يا اخي نحن دارين نغير اسمانا لانه قبيل ابونا ما احسن التسميه. أيوة. قبل ما نخش في هذا الموضوع ام آية رجعت لنا ثاني، مرحب. ألو ألو مرحب. ألو ألو مرحب. ألو شام محمد. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحب. الحمد لله. ألو. نعم معك. يعني احنا بدأ الشيخ والله في الحقيقة أنا كنت رحلة ليشني وكان الزمن يعني اللي رغمت من ده عشان ما أصل له. نعم. أنا كانت حلمانة بغسل لي في عدة يعني راجل لابس جلابية بيضاء فزم قال لي يديني صحن. صحن صحن. فقلت له شيل اللي أنت عايزه. شال الصحن بابتسامة كده فزم قال لي هات أكل فيه معبد. معبد. فابتسم كده وطلع. أنا استلمت منه الصحن. فبعد طوال دقيقتين جاء داخل ثاني راجل قمت سألته. قلت له في حد طلعني هنا انت عارفه؟ قال لي ده الرسول عليه الصلاه والسلام في الحلم برضه. قلت له انت حكيت له كم حد كده وما شافه فيه. فكلهم قالوا لي انت تجيب ولد تسميه معبد او حزوري تغبر ان شاء الله. السؤال الثاني بس انا فاضتني صلاه فرض واجيب دخلت الفرض الثاني عايزه اصلي. اصلي الفرض الاول واقبل الاول الثاني ولا أبدأ أول وأصلي الأخير؟ والسؤال الأخير الأسبوع الفات سمعت إنه الواحد لو جاي يغتسل وفي جسمه في كريم أو في شعر يغسله. نعم. إذا أنا عايز أتوضأ وضوء للصلاة للفرض ويتمسه كريم، هل أغسله برضه يعني فازلين أو جلسين أو أي حاجة؟ نعم نعم. أمسح حاجة. نعم شكرا شكرا. عايز جزيلا. أصلي. أغتسل برضه الصابون ولا أتوضأ عادي وأصلي؟ جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. هاي بالنسبة للمنام، المنام ده غايته فيه إن هاي لأنه الأول راجل ولابس أبيض وده ورق واكتبه معبد، وتاني قالت الزول مرق، وتاني قال لا ده الرسول. هو طبعا الزول اللي بيشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يشوفه حقيقي ويعرف إنه ده النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون بس شاف الرسول عليه الصلاة والسلام وصحة نوع منام قصير، شافوا رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام وصحة، ولما يصحى يلقى نفسه في سعادة عظيمة جدا. ده يكون رؤياه حق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رآني في النوم فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن أي مداخلات يكون فيها إن يبقى منام أخوتنا ده فيه إن. نعم. أيوة. بعدين الحديث بالأشادية. أيوة. يا مولانا. أيوة. كثير من الناس بيقول لك نحن شفنا وشفنا. أيوة طبعا ده يعني الحديث بها هل من باب الله يعني هو طبعا يعني هي بأخذنا دار تفسر المنام بتاعه ونحن فسرنا لها. نعم. طيب يعني. طيب نحن نمشي للسؤال الثاني. قالت لو فات فرض أصلا وجاتت ولقت. أيوة. الإمام بيصلي في فرض أصلا، هل تدخل معه مباشرة ولا تقضي أولا؟ كويس.
هنا في حلين. الحل الأول إنها تمشي بعيد تصلي الفرض الواجب اللي عليها المتروك، يعني نضرب لنا مثال واحد أو واحد دخل المسجد عشان يصلي المغرب وما صلى العصر ولقى الإمام قام ده صلاة المغرب، أو ما صلى الظهر ودخل عشان يصلي الظهر وبعدك يصلي العصر اللي قام صلاة العصر. في الحالة دي يزول يطلع من المسجد بيضار الحيطة كده يصلي الظهر ويجي الحقن في العصر، ما لي حقن يلقى زول يصلي معه ويصلي برا. الحالة الثانية يدخل مع الإمام في صلاة العصر يصلي العصر مع الإمام، بعد الإمام ما يسلم يمشي يصلي الظهر ويعيد العصر الثاني، لأن الترتيب واجب في الصلاتين والمرتبات. طيب أنا عندي استفسار في الحتة دي يا مولانا، لو نفرين ثلاثة جو خاشي مع بعض دارين بيقول الإمام بيصلي في العصر هم الاثنين أو الثلاثة ما صلوا الظهر، هل يقيم صلاة جماعية؟ طبعا نفس الكلام اللي قلنا دي ينطبق لا يصلوا فردا ولا جماعة في حالة زي دي؟ ممكن لو مشوا بره بعيد ممكن يصلوا جماعة الظهر ويجي يلحقوا الإمام في العصر، أو يصلوا كل ذول برا ويجي يلحقوا الإمام في العصر، أو يدخلوا مع الإمام في العصر وبعد ما يسلم الإمام يتروا لي ورا يصلوا الظهر يا جماعة كل ذول برا وبعدك يصلوا العصر جماعة. نعم طيب ناخذ مكالمة قبل ما نرجع لباقي سؤال. أم آية معانا أبو الوليد تقريبا، مرحب. ألو مرحب. ألو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا طيب. سؤال مولانا أحمد حاتم. نعم تفضل. كيف حالك مولانا؟ الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا مولانا. أنا دخل المسجد المسجد أي قلت الحمد، فهل عليه صورة أقرب على الحمد صورة ولا الحمد فقط؟ وإذا كان بعد الحمد فش هل عليه يساوي؟ كويس. لأن أنا صليت قريت بصورة واحدة بالحمد. نعم سامح. هي حقت المسجد. كويس شكرا جزيلا. هنا العلماء قالوا صلاة النفل وتحية المسجد من النوافل يجوز تقرأها بالفاتحة بس، ويجوز تقرأها بالفاتحة والسورة. وإذا الزول بيقرأ بالفاتحة والسورة ونسى الفاتحة السورة ما عليه وش يسوي، لأنه يجوز صلاة النفل تصليها بالفاتحة والسورة ويجوز تصليها بالفاتحة فقط. أما صلاة الفريض الصلاة الرباعية الركعتين الأوائل نقرأها بالفاتحة والسورة والركعتين الأخرانيات بالفاتحة بس. طيب حديث أختنا أم آية قالت يعني هي لو دارت تتوضى وعندها كريم ولا كده هل يجب أنها تغسل بالصابون أولا؟ أي نعم، إذا كان في كريم كثير وظاهر في الوش في اليدين ودارت تتوضى ده اسمه الحايل المانع، لابد تصبن يدين تصبن وشها تزيل الحايل المانع بعدين تتوضى. أما إذا كان سويته بالليل وأصبح الصباح زي الناس اللي بيسووا الجريسلين والفازلين بالليل الصباح ما بيكون له أي أثر، الجسم يكون شربه هو يتوضى طوال، لكن لو في أثر والأثر يبين أول ما الوجه لغسل يدين الحاجات القلبة تزحلقت كده لأنه الدهن فيه حاجات مايعة كده، هي غسل بالصابون يتوضى. يبقى نقول لأختنا دي تساوي كريم في وشها والكريم موجود وكثير تصبن الوش تزيل الكريم بعدين تتوضى. نحن أبو الوليد قبل في باقي كلام قال هل يعتبر سجود سهوي لو نقص الصلاة في 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 النفل؟ طبعا يجوز يتفادى ويسجد يسجد للسهو في النفل. في الفرض طبعا سجود السهو سنة للزيادة أو النقص، لكن في النفل ممكن تتلاشى. تتلاشى كيف؟ نويت تصلي ركعتين وقمت في الرقعتين بدل ما تقدر تشوف تسلم وقفت عليه حيلة ممكن تجيب الرقعتين تاني بقين أربع وتسلم. نعم. لين وصلت. نعم. طيب معنا من السعودية أبو عمر، مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخنا؟ الله يبارك فيك. أفضل شيء التلفون شيخ محمد الحسن لو تكرمت يا أخي. نعم حنديك لو إن شاء الله عقب يعني لو عندك سؤال ممكن تأخذ من المخرج. نعم التلفون خاص يعني. نعم ممكن تأخذه بعد بعد ما تكمل سؤالك معانا مع الكنترول. عندك سؤال؟ الله يجزيك الخير وأشكرك جزيل الشكر. عندك سؤال؟ ما خلاص يبدو إنه هو دار التفاصيل بعدين بس هي خلاص. نعم. خذ الناس الكنترول يدوك التلفون الخاص. نعم. بعدك إن شاء الله تضرب لي بعد إن شاء الله الحلقة. نعم.
طيب نحن قبل قلنا حقوق الأبناء من أيوة. ضمنها حق التسمية أيوة صحيح. وحق التعليم فعلا أي المطلوب أن الأب والأم يختاروا لابنهم الاسم السمح وأسمح الأسماء في الإسلام ما حمد وعبد حمد محمد محمود أحمد حامد حامد دي أسماء حمد عبد عبد الله عبد الله عبد الرحمن عبد الفتاح عبد المنعم عبد الودود دي أفضل الأسماء وكذلك اسم البنات إنه أسامي الصحابيات يعني ذول اختار الاسم المناسب بس ما يسمي الأسامي بتاع الشياطين وبتاع الكفار المشهورين بأسامي زي اسم فرعون نعم. طيب نأخذ معنا مكالمة من ليبيا أخونا أحمد مرحب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سؤال لو سمحت نعم تفضل الواحد إذا أفطر في رمضان اللهم صل الله عليه وسلم باتصال مثلا جنسي أو اتصال بزوجته أو كذا فكيف يفطر هذا في تقصد في يصوم شهرين متتابعين أو يطعم فيه نعم إذا عجز عن الصيام شكرا جزيلا بارك الله فيك زول طبعا هنا ده في رمضان الإفطار على نوعين زول فطر باللكل وزول فطر بالمعاشرة مع الزوجة في نهار رمضان زول الفطر بالمعاشرة الزوجة ده المذاهب الأربعة قالوا عليه القضاء والكفارة القضاء يصوم يوم والكفارة يصوم 60 يوم هاي من بعض كده ده بالنسبة للزول كده أما زول الثاني الفطر باللكل عمدا في رمضان هنا الجمهور قالوا عليه الجمهور المالكية أنس أبو حنيفة الحنابلة قالوا برضو على القضاء والكفارة هنا الشافعية قالوا يعني عندهم بعض الغول يقول إنه عليه الإطعام بس يطعم 60 مسكين أما ديلك الثلاثة قالوا لا ما في إطعام يصوم 60 يوم طبعا زل في الحالة دي الزول اللي بيصوم 60 يوم ده فرضنا زول عنده سكري ما قاعد يصوم في رمضان يبقى الحال دي يطعم 60 مسكين ويصوم يوم واحد ويطعم 60 مسكين لكن الزول المعافى بطريقة المعاشرة الزوجة المذاهب الأربعة يصوم القضاء والكفارة 60 يوم ذلك في بعض الفقهاء زي الشافعي خففوا شوي قالوا يطعم الثلاثة قالوا يصوم طيب نحن لو رجعنا لكلام التسمية أنا لاحظت كثير من الأسر الواحد يعني ما بيتريس أو يكون تحصل له حاجة عارضة يقوم ينذر أو ينذر يعني يقول والله أنا أنذر كده لو حصل كده أيوة. أنا حأسمي الولد فلان أيوة. كيف نحن نتحرى يعني الطريق الأمثل في أنه نسمي الأولاد في الوقت المناسب أيوة. يعني ما نقوم نسبق الأحداث معليش ما في مانع الزول لو نذرت قالت يا رب كان رزقتني ولد أسمي محمد رزقتني بنية أسميها فاطمة اللي يكون زول مثلا فجأة جاته حاجة عرضت له قدامه كذا أو حدث أو لقى زول بيعرفه أو في بيشاهده في مسلسل بس المهم يكون شنو الاسم ما إذا عجبك اسم أنت مثلا بتستمع للبرنامج في التلفزيون في الإذاعة وظهر ليك اسم سمح وجميل وأنت كان جابوا لي بيت جابوا لي ولد سمي الاسم ده ما ممنوع ما دام الاسم سمح هاي ما ممنوع شفت ليك برضو سمعت ليك زول كده يقول كلام طيب وكده عجبت به وقلت اختدام به وسمى ولدي كده ما في معنى بس طيب. الزول يتجنب الأسامي الما كويسة يعني لأنه مرات النذر ده بدخل الناس في حتات ضيقة أيوة. وتبقى بعدين مشكلة أيوة. نعم. طبعا الزول يختار الاسم بيتناسب مع الطفل لما يكون صغير ولما يكون كبير طيب معانا أبو علي يا مرحب ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم تفضل والله سؤالي إذا حضرت الركعة الأخيرة من العصر أو المغرب أو الظهر بدأ عندي الركعة الثلاث ركعات أو الركعتين هل أتممها يعني أعتبر بعد ما جاءت الركعة الأولى الركعة الأخيرة اللي حضرتها معنا الأولى والثانية هل أقرأ فيها الحمد وصورة ولا كويس نعم أيوة. أرتبها على حسب إنه الركعة الأخيرة اللي حضرتها دي أعتبرها الركعة الأخيرة لي أيوة. وأجيب ركعة أولى بالحمد وصورة وأسجد وأجيب ثاني ركعة بالحمد وصورة وأجيب ثاني ركعة بالحمد بس نعم كويس يعني أنا على حال كل إتمامي للصلاة كان بالطريقة زي أيوة صحيح ما بطل هل
في عندنا طبعا المالكية، نحن بنفتي دائما بمذهب المالكية لأنه ناس السودان مذهبه مالكية. المالكية عندهم قاعدة، القاعدة بتقول ما أدركته مع الإمام فهو آخر صلاتك، وما فاتك فهو أول صلاتك، تقضي الأقوال وتبني الأفعال. دي قاعدة عند المالكية. نضرب لنا مثال، زول حصل الركعة الأخيرة من صلاة العشاء مع الإمام، أول الإمام ما سلم ويطوال يقوم عليه حيله، وبعدينك يعرف تعتبر الركعة اللي حصل مع الإمام دي حسب القاعدة هي ركعته الأخيرة أو ركعته الرابعة. ما أدركته مع الإمام فهو آخر صلاته. بعد كده يقوم طوال يجيب له أول صلاته، يجيب له ركعة بالفاتحة والسورة وجهر، ويركع ويسجد، يقعد يقرأ التشهد، لأنه بيبني في الأفعال على رأس كل ركعتين بيقرأ التشهد. قرأ التشهد تاني يقوم يجيب الركعة الثالثة بالفاتحة والسورة وجهر، لأن حسب القاعدة بتكون الركعة الثانية، ويركع ويسجد ما يجلس، يجيب الركعة الرابعة بالفاتحة وسر، ويقرأ التشهد يسلم. لما نجي نحاسبه نلقى صلى ركعتين بالفاتحة والسورة وركعتين بالفاتحة بس. الركعتين بالفاتحة بس الحصلها مع الإمام وجاب آخر شيء، ولا ركعتين بالسورة الفاتحة قام جاب سعد قام بعد الإمام. يبقى أي زول يحفظ القاعدة دي تاني أي مشكلة، مشكلة الصلاة دخل مع الإمام يعرف عليه كيف. ما أدركته مع الإمام فهو آخر صلاتك، وما فاتك فهو أول صلاتك، تقضي الأقوال وتبني الأفعال. نعم إن شاء الله. سنعود لمشاهدينا الكرام بعد الفاصل ونواصل. من جديد نرحب بمشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج بصحبة الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. بدينا حلقتنا للحديث عن عدد من الموضوعات، وخصصنا هذه الحلقة في بدايتها لحقوق الأبناء على الأباء. حقيقة نحن بنشوف كثير من الأسر الآن يعني، وفي الأسواق خاصة يا مولانا، أنه أولاد صغار جدا في السن يعني بيكونوا شغالين في الشميس وفي ظروف قاسية جدا، وكثير من الأسر هي محتاجة صح عشان تعيف نفسها وكذا. لكن هل من حق الأسرة أنه تشغل الابن في عمر زي ده؟ نعم، لا، المطلوب من الأب والأم أن يحرصوا كل الحرص أن الأولاد الصغار دي يفرقوهم في سنهم الصغير ده للتعليم. تعليم القرآن، تعليم المدارس، العلوم الأكاديمية، أسسوهن على العلم الأكاديمي والديني والأخلاق، ويكونوا قدوة لأولادهم. وهم يبذلوا الشيء ربنا يقسموا ليه ويعيش، لكن ما يكلفهم فعل بيشغلوا، خاصة الولاد الصغار وكذا. إلا إذا كان ولد مثلا أبوهم وتوفى وإخوانه صغار وكذا يشتغل معليش. المخاطر اللي بتواجه الأطفال في حالة دي، هاي طبعا خطر بتخلون يعني يضطروا يسرقوا ويشحدوا وحاجات زي كذا. لابد الزوال اللب واللهم بقدر الإمكان يوفر لأولادهم القوت الضروري عشان يكون عفيفين، ما يمد يدون يشحد ولا يمد يدون يسرقوا. وبعدين يعلمون، يحرص عليهم يعلمون حسن الخلق، ويعلمون يخلوه يمشي المدرسة. في بعض احنا عارفين دينار انفقته على أبنائك خير يعني، صح، خلوهم يتعلموا ذا التعليم الساعة، يتعلموا من مرحلة الأساس من الروضة لغاية ما يشقوا طريقة. بعد كمان نحن برضو ننصح إنه الآباء إنه يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم، يعني ننصح اللي
الأب واللم في الونس بيناتهم ما يجيبوا الكلام القطيع فوق الناس والولاد قاعدين، لأن الولاد ديلا هم بالرغم أنه صغار بيشوفوا أي كلام يسمعوا ما بينسوا. نحن هسه ممكن نسمع كلام هسه بعد شوي ننسى، لكن هم ما بينسوا، يحفظوا أي حاجة ويعرفوا أي حاجة. ولذلك ننصح الآباء والأمهات الولاد موجودين، أوزنوا كلامكم وخلوا كلامكم يكون موزون، ما يكون فيه قطيعة، فيه سخرية، فيه استهزاء، في الأمور الخاصة بين الزوج وزوجته ما نتكلم بها قدام الأولاد، حتى ولو الأولاد نايمين. زول قد يكون نايم لكن ما غرقان في النوم بيسمع. نعم. مرات أنت تكون نايم في ناس بيتكلموا وتسمع كلامه وأنت نايم. يبقى دي من التربية السمحة أن نكون قدوة حسن لأولادنا. وزمان حبوباتنا كان يقولين إن جافيت لا توري جناك، إن حاننت أوري جناك. ده كلام فيه حكمة، ولا بالرغم أنه كلام حبوبات. يعني يلبو يلم، إذا عملت لك شيء كعب ما تخلي جناك يشوف، سويت لك شيء سمع خلي جناك يشوف عشان يختدي به. نكون طيب. قدوة حسن لأولادنا. نعم. عشان لما يكبر ينفعونا. نعم. طيب وصلنا سؤال عن واحدة قالت هي عندها صاحبتها. أيوة. وأختها ارتكبت معصية وحملت. أيوة. بالحرام، وهي أظنها جوها وعشان تساعدهم. أيوة. هي أظن اتصلت بطبيب تعرفه وقام أجهض البيت اللي حامل دي، وهي بتسأل عن ذنبها هي كساهمت بطريقة مباشرة. أيوة. ممكن يكون الحمل كان في الشهور الأخيرة. أيوة. وهي زي ندمان على الفعلة دي. أيوة. وبتسأل. أيوة. هي ذنبها شنو يعني وكيف تتوب من هذه المسألة. طبعا إخواننا كل العلماء اتفقوا، كل علماء العالم الإسلامي اتفق على أن يحرم إسقاط الجنين في مراحله من البداية إلى النهاية بدون استثناء. من بداية الجنة درجت في بطن مخلاص ثبت الحمل، يحرم إسقاطه بأي حال من الأحوال حتى ولو جنى غير شرعي، يحرم إلا في حالة نادرة. الحالة النادرة حالتين اثنين. الحالة الأولانية أن الجنة ده أثبت الطب عدد من الأطباء على أن الجنة ده لو يستمر في بطن أم لغاية ما تلداه حيؤدي إلى وفاة الأم حتما. يبقى في الحالة دي القاعدة بتقول اسمه ده اللي هو ارتكاب أخف الضررين، اللي هو نسقط الجنة محافظة على الأم، نسقط الفرع هي الأصل يعني. أي هي الأم الأصل والجنة هو الفرع، يبقى نسقط الفرع اللي محافظ على الأم، لأنه ما في مفر من ارتكاب واحدة من اثنين. نعم. أو ما دام اللوم حتيؤدي للوفاء نسقط الجنة. الحالة الثالثة اللي أباحوا العلماء قالوا أثبت الأطباء عدد كبير أثبتوا على أن الجنين ده لو خلينا في بطن أمه مشوه الخلقة ولا يمكن تصليحه في بطن أم عن التشويه، ولا يمكن تصليحه بعد ما يتولد. قالوا برضه في الحالة دي عشان ما يجلب المشقة والعنت لوالدينه وما حينفع، يبقى الحالة دي يجوز إسقاطه. بس الحالتين ديلة الأباحة فيهن العلماء، العلماء فيه إسقاط الجنين، أما غير كده لا، جنى شرعي غير شرعي رقد في بطن أمه يحرم إسقاطه. أسعى البدي يعني ساهمت ودلت على أنه لناس وجناس ديلة عدوا الزولة دي دواء والدواء أي حاجة أسقط الجنين، والجنين عمره 7 شهور. طبعا ده ذنب كبير لأنه قتل نفسه، ده نفسه 7 شهور ده ما خلاص ممكن يعيش، ولدته لو ولده بعملية برضو جانا 7 شهور قاعد يعيش. يبقى ده ذنب كبير خالص خالص. عاد المطلوب من الناس ديل اللي اشتركوا وهي ندمانة هسي الآن. أيوة الندم ده المفروض توبة نصوحة وندم شديد. ندم ندم واستغفار وندم واستغفار وندم وصدقة وكذا، وربنا سبحانه وتعالى غفور. المسألة دي يبدو إن هي في الآونة الأخيرة كترت لأسباب كثيرة جدا، أنت عارف يعني القنوات الفضائية ساعدت في الترويج للمجال يعني، والمسألة أصبحت المسألة يعني صعبة جدا. جانب كبير خالص يعني خالص، المجنون صحيح. أصبح كثير جدا. نحن ندي نصيحة لكل الشباب. أيوة. إنه كيف يخرجوا نصيحة لذول يعني موضوع الزنا ده، ربنا تبارك وتعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة يعني فعلة متناهى في القبح والشناعة، وساء سبيلا يعني بئس الطريق الموصل لنار جهنم اللي هو الزنا. يبقى الزنا طريق موصل حتما لنار جهنم. وبعدين كمان الزنا ده مش يعني زي زول السرق
وخلاص الزنب بيترتب عليه مشاكل. شوف هسه عزول الزنب البدي وحملت، شوف ترتب عليه كم قضية. شوف الناس اللي اشتركوا، شوف البدي انضرت، حطمت نفسها، حطمت شرفها. أي خلاص أنا ما نابع. نمرة اثنين، شوف الناس اللي اشتركوا ديل ارتكبوا زنب جريمة القتل العمد. وشوف ده كله السبب شنو؟ الشاب ده المشى زنب البدي. شوف هو كمان عقوبته حتكون أشد من عقوبة البدي. ولذلك النصيحة نوجهها لشبابنا، خليكم عفيفين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أقض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى الزهل للشباب دين ننصحكم أنه يعني ابتعدوا من الفاحشة دي عشان ما تضر نفسك وتضر الآخرين. وشوف البدي هسه على الضرر اللي حصل لها والزلدة حطمت. يبقى ننصح الشباب كونوا عفيفين، بعيدين من الحاجات المسيلة دي. وربنا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: احفظ الله يحفظك. تحفظ ما تضر ليك زول، ربنا يحفظك. وله في الحديث الثاني: من ضار مسلما ضره الله. يبقى هسه الناس زي ضروا بدي. نعم. طيب نحن عارفين انه الابناء في مرحله المراهقه بيحتاجوا لرعايه خاصه جدا. طبعا اي فعلا، يعني احنا الاباء عندهم دور ما يمارسوا ضغوط على الابناء، كيف يعني يديروا امرهم في مرحله زي دي ونحن عارفين الان امامنا ظروف صعبه جدا. فعلا هو طبعا الشاب في مرحله البلوغ وسن المراهقه خلاص من الصعب كان الاب والام يقدروا يتحكموا فيه، لكن الشاب ده من هو صغيرنا 7 سنة وعلمناه يمنا سوق معانا يمشي المسجد السن من الطفل. ما في طفلين، في طفل مميز وطفل غير مميز. الطفل الغير مميز انا اصليه، انا اخليه اصلي مع امه في البيت مع اخواته، ما نخليه يجي المسجد عشان ما يشوش يعمل يلعب وينطط للمسجد. اما الطفل المميز اللي عمره 7 سنة فما فوق، ده المطلوب نحن نفصل له ملابس خاصة بالصلاة ونسوقه معنا يمشي المسجد، وقبل ما نسوقه معنا نعلمه كيف آداب المسجد وكيف يتوضأ وكيف هدومه تكون نظيفة طاهرة من النجاسات. نركز نأصل فيه الحاجة دي لأنه طفل نقدر نعلمه. لما يمشي يقول كيف تقول وكيف تسوي وكيف تستنجي. لكن زول وصل عمره 18 سنة نعلم له، يقول له لما تمشي للبخانة سوي كذي، ما يقبل مننا. يبقى من هو صغير نحن نعلم الولاد ديلة ونأسسهم، بعد كده ما علمناهم الصلاة وترسخ وكذا، لما يوصل 10 سنة خلاص ثاني ما بيخلي الصلاة أصلا. نعم. ولا دليل مراقبة. نعم ما شاء الله. معانا من أم درمان فاطمة. يا مرحب. ألو. مرحب. ألو. أهلا وسهلا محمد أحمد حسن. أهلا وسهلا. مرحبا. السلام عليكم. مرحب. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. نعم. والله كان مشيت الحج والعمرة وبعدين أقول كذا اللي بيتكلم بالبيضات اللي مرته وأنا أول ما مرت من العمرة بس إن شاء الله تبقى من جسمته. ما سامعين صوتي كويس، حقه تخفض صوت التلفزيون وأتكلم معنا طوالي بالتلفون، نحن سامعينك يعني. قلت العمرة سويت شنو في العمرة؟ والله كان بيتكلي على أخوي وبيلادات وبي مرته. وأنا مرقت من العمرة قلت تبقى من جسمته. مرقت من العمرة يعني خليت العمرة يعني ولا تميتيها؟ لا عمرت ومرقت. عمرت تميت العمرة. طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وقطعت لك حبيبة الشعر مش كذي؟ خلاص وخلاص اديت العمرة. سؤالك عن شنو؟ قلت الكلمة دي. قلت شنو انت؟ قلت الكلمة دي. الكلمة دي؟ سؤالي عن بيت. بيت؟ قلت أخوي كبرته بالليداته. سويتي لي شنو؟ قال لي بتتبعي لي دايرة، قلت إن شاء الله تبقى من بيتمته. قالت يبدو انه هي كانت العمره وعندها اخوها بزوجته يعني باولاده واظنه داير البيت، قالت ولا شافته هي انا ما عارف حسب كلامه، قالت ان شاء الله تبقى من قسمته يعني. ايوه يعني دعت لاخوها انه ان شاء الله البيت اللي هنا دي تكون من قسمته، هو دايره هو داير البيت دي يتزوجها. ايوه ما في احد سؤال شنو سؤال بس قالت ما في احد هنا ما في سؤال حقيقه ما في أي. لكن هل بتعتبر نفسها كانها بتسال هل هو باولاده يعني في داعي ثاني؟ هم يتزوج. نعم
أيوة آه. الكلام ده كان سمعته زوجته أخوها كان دقتها ما فيها حياة إن شاء الله رب العفو طالما في الطاعة يعني أي ما فيها إيش نعم. أي لكن هي بتعتبر نفسها في محلة يعني أي صحيح ما فيها حياة طيبة. إن شاء الله فلتت منها يعني أي ما فيها إيش إن شاء نعم. الله نعم طيب نحن حقيقة المسائل مربوطة مع بعضها البعض يبدو إنه معنا تلفون تاني ألو مرحب معنا جيلي يا مرحب ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بسأل عن نحن بنجي من السودان بطريق العمرة فبعد ما نقضي العمرة نعم بنمشي نشتغل يمكن ثلاثة سنة يمكن سنتين يمكن كده نعم. والواحد من هناك بيجي بعد الناس بديون هل العمرة صح أم لا وثاني صلاة الجمعة لو لا فاتتني ركعة ودركت ركعة واحدة أقوم أصلي الظهر أربع ركعات ولا أصلي ركعة وبس نعم شكرا جزيلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم أيه طبعا استلف قروش مشى العمرة وبعد أدى العمرة مش اشتغل وقال عليه ديون ما ممكن يرسل الديون دي بعد ما اشتغل يرسل الديون للناس الدايرينها منه هو استلف له قلوش مثلا العمر بمليون ونص استلف له نص مليون وتمه مش العمرة وهو مش اشتغل يعني يوقف الحالة دي أول ما هي مسكتها رسل سدد الدين يعني للعمرة ممكن أزول الدين؟ طبعا إذا كان مبلغ بسيط ناقص وطبعا ما مستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسع لكن زول قال يا أخي عندي مليون هو يبدو أنه هدفه كان الشغل ما هدف العمرة هدفه غالبا الشغل يبقى يسدد الدين العلي الدين ده ما بيزقه والزول يبادر بسداد الدين نعم قال هو صلاة الجمعة صلاة الجمعة لو فاتت رقعة واحدة طبعا الزول لو حصل رقعة من صلاة الجمعة كاملة لما الإمام يسلم يقوم يجيب له ركعة واحدة ويكون أدرك الجمعة نعم حصل الإمام في الركعة الأخيرة راكع ووقف في الصف عمل النية وكبر تكبيرة الإحرام من قيام وركع لسه الإمام راكع رفع الإمام رفع أدرك صلاة الجمعة نعم بعد سلام الله ما يجيب له ركعة ركعة واحدة لكن لو حصل الإمام راكع ويكبر أو دار يركع لقى الإمام رفع إن الركعة دي فاتته وهي الركعة الأخيرة يتابع الإمام الإمام والما يسلم هو يقوم يصلي أربع ركعات أربع ركعات يعني. نعم طيب معنا من الدوحة عبد الباقي مرحب ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا محمد مرحب بك ممكن أكلم الشيخ أسمحت نعم تفضل أسمعك أنا عندي طبعا أخونا كان تعلق علينا كنت كان أبوي يطلق والدت طبعا وبعد تقريبا 12 سنة والولد ده داري يتزوج وقال له لما العقد بتاع العرس وقال له قال لي يا والده اذا ما رجعت امي انا بحرق العقد بتاع الزواج ده كله. بعدين الوالد قام رد الوالده ورجعها والوالده ما شاء الله حملت اجابه الولد ما رايدين في ذلك. نعم نعم أيه. كويس برضو الولد برضو بقى شاطر يعني عالج المشكلة ما أبوه مطلق أمه زي مارس ضغط على والده أيوة مارس الضغط دفع الخير دفع الخير لكن لو اللبو قام شدد معاه كان يرخي لكن الحمد لله الوالد ما شدد والوالد ذاته يمكن داير السبب عشان يرجع له ولقى الفرصة الولد برضو قال لي أبوي ما رجحت أمي عفشك ده بحرده ها قام اللبو رجع له برضو خير نعم نعم ده من باب الإصلاح من حق باب الإصلاح ده أن نفرد له حي صحيح يعني كثير من الناس مرات بيكذبوا عشان يصلح بين شخصين المسألة دي فيها حاجة ده ما فيها حاجة السعد ما بيعتبر كذب بس يكون شنو وضغط أدى أوامر لأبوه لكن أوامر فيها مصلحة وأداها كلم بطريقة فنية طريقة أدبية أبوي أنت اديتني العفش ده قلت لي عشان تعرز بيه أنا العفشك ده إذا ما رجحت أمي لي عصمتك أنا عفشك ده ما بأخذه علبه قام رجع لهم خلاص خير نعم نحية يمكن يكون في خواتيم هذه الحلقة دارين ندي نصيحة شاملة وعامة خاصة للموضوع المتعلق بحقوق الأبناء على الأباء نحن كنا تحدثنا عن العكس يعني بر الوالدين كيف نحن نأسس لأسرة سليمة ما فيها أي مشكلات قائمة على الاحترام المتبادل وقائمة على القيمة الفاضلة اللي ربانا عليها الإسلام نعم هو المطلوب يعني الآباء والأمهات يعتبروا الولاد ديل يعني هم زينة الحياة الدنيا قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا
وبعدين الأبناء دي أنت لما تسعد بتربيتهم وعنايتهم وتعليمهم وصحيتهم وعافيتهم ده ما أجر عظيم أجر عظيم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. على جاريتين يعني ربنا رزقهم بيتين بس واعتنوبين أكلون يشربون علموهن أدبوهن طلعن بنات متدينات شابات هديلة يدخل اللبو واللوم يدخل الجنة فريقهم من درجة الرسول فرق الله صابع ده سواب عظيم ده بيتين. في ناس تلقى عنده ستة بنات سبعة بنات يبقى العناية بالأولاد ديل وتربيتهم وتأديب ثواب عظيم. وزي ما ذكرنا في أول الحلقة الولد ده البدي لما نحن نلبيهم تربية دينية ويشبع على طاعة الله أي عمل صالح يعملوه نحن عندنا منه ثواب سواء كوان حيين أو متنا عندنا ثواب لأنه يعتبر الولد ده الصدقة جارية بالنسبة لي. لكن الولد ده ما علمناه طلع لا بيصلي ولا حسنا على الصلاة ولا رقمنا في الصلاة ومنه صغير ما بيصلي ولعب ولا بيصلي ولا منهتم به يبقى الحالة دي ما بيكون فيه خير. نعم. شكرا جزيلا الشيخ الجليل محمد أحمد حسن وشكرا لكل مشاهدينا الذين اتصلوا علينا وساهموا بالأسئلة لفائدة المشاهدين. كما أشكر الزملاء الذين قاموا بالتنفيذ المباشر لهذه الحلقة وأشكر كل من تابع هذا البرنامج على الهواء مباشرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.